أي حدث عالمي كبير لازم بيكون فيه ثلاث فترات، فترة ما قبل وأثناء وما بعد. فمهم جدا إن احنا حتى لو كان مونديال اليد انتهى، لكن إن احنا نحلل كده سريعا أداء الفريق بتاعنا وكمان أداء الخصم، وبعدين ماذا بعد، وإزاي ممكن نستغل الحدث العالمي المحترم اللي حصل على أرض المصرية فيما بعد في فكرة الترويج للسياحة، وكمان إقامة يعني بطولات وحاجات كبيرة ومحافل كبيرة زي كده على مصر مرة تانية. خلينا بس نرحب ونشوف كل التفاصيل دي مع كابتن محمد إمام، محلل أداء منتخب مصر لكرة اليد، اللي منورنا النهاردة. صباح الفل. صباح الفل. أنا متشرف بوجودي مع حضراتكم جدا النهاردة. إحنا اللي سعداء وحضرتك منورنا ومنور الاستوديو. أنا أسعد يا فندم. والحقيقة كلام كتير قوي يعني عن منتخب مصر لكرة اليد وتنظيم البطولة في يعني وسط كل هذا الكم من التحديات. الحقيقة منتخب مصر يعني لا غبار عليه، يعني عشان ما يبقاش فيه مساحه للاختلاف، يعني اكيد لا غبار عليه، اداء مميز جدا، مشرف، رجولي، مباريات كلها اقوى من بعض. ولكن انا عايز استاذنك من احنا نبتدي من النهايه، كانت بالنسبه لنا في المونديال مباراه مصر والدنمارك، وخصوصا انها كانت مباراه ملحميه بالمعنى الحرفي. اكيد. كيف رايت هذه المباراه وكيف رايت اداء المنتخب المصري بشكل عام في المونديال؟ طبعا المباراه دي كانت من اقوى المباريات في تاريخ كاس العالم لكره اليد، مش في بطولة العالم دي بس. أداء كان ملحمي وانعكاس لإعداد جيد جدا للبطولة والمباراة، إعداد مش بس حديثا، ده إعداد من سنين لمنتخب مصر في كرة اليد، إعداد دقيق جدا ومدروس جدا لحد ما وصلنا للحظة الفارقة اللي هي المباراة الملحمية الجميلة قصاد منتخب الدنمارك. عايز أقول لحضرتك حاجة من الكواليس، الجمهور كان معتقد ان احنا داخلين مباراة الدنمارك مجرد اداء مشرف. لا، احنا كنا داخلين مباراة الدنمارك بهدف الفوز، والاداء كان مشرف جدا. الحمد لله الاداء كان مشرف جدا، لكن احنا كنا داخلين بهدف الفوز والاعداد كان قايم على ان احنا نكسب المباراة، لكن التوفيق ما حلفناش. الحمد لله الأداء كان بشكل مشرف جدا، ونرجو ان احنا نكون عند حسن ظن جماهير كرة اليد في مش في مصر بس، في العالم كله. طيب هل نقدر نقول يا استاذ محمد ان الحظ ما حلفناش، ولا كان في اخطاء او نقاط ممكن ان احنا نركز عليها؟ بمعنى ان احنا لو هنتكلم عن ماتش السويد وماتش الدنمارك، احنا خسرنا او هم فازوا علينا بهدف. تمام. فين النقطة؟ فين الحاجة اللي أنا عايز أبص عليها كمنتخب مصر بعد كده عشان أقول لو كنت حصلت مثلا كنا فوزنا؟ هل في حاجة زي كده؟ مفيش حاجة، مفيش مباراة من غير أخطاء. صحيح. لا في كرة اليد ولا في غير كرة اليد ولا في أي مجال تاني، ولا في أي مجال، مفيش حاجة بنسبة كمال بنسبة 100%. أكيد حصل أخطاء، لكن التوفيق ده حاجة مهمة جدا. لما بيبقى التوفيق موجود مع الفريق ده بيبقى عامل، يعني التوفيق كان في صالح منتخب الدنمارك. التوفيق اللي حضرتك بتقصد بيه الحظ يعني ولا ايه؟ ما بحبش كلمه الحظ. انا ما بحبش كلمه الحظ، اعتبريها حضرتك يعني، بس هو بيبقى توفيق وعدم توفيق. ماشي، يعني نعتبرها توفيق وعدم توفيق. ماشي. لكن طيب، بشكل عام المفترض لغايه مرحله معينه، يعني قبل ما مصر تظهر على الساحه العالميه في عالم كره اليد بهذا القدر من القوه، كان من المعروف دايما ان لعبه كره اليد هي لعبه الدول البارده نسبيا، اللعب من الالعاب اللي هي بتعتمد بالكامل على وجود صالات مغطاه نظرا لبروده المناخ. مظبوط. وطبعا هم متفوقين فيها جدا، كل الدول اللي تنطبق عليها دي المواصفات متفوقه في كره اليد، لغايه لما مصر الى حد كبير قلبت الترابيزه وغيرت الموازين واثبتت للعالم كله ان لا، ما لهاش علاقه بقى بالمناخ، احنا كمان يعني موجودين اهو، وبقينا منافس شرس لابطال العالم نفسهم كما هو الحال مع الدنمارك. مظبوط مظبوط. المنتخب المصري وصل لمرحله من المنافسه انه بيضارع الفرق الكبرى في العالم، بطل العالم وغير بطل ووصيف بطل العالم، لان احنا لعبنا مباراه كبيره جدا قدام منتخب السويد، والفرقتين لعبوا الفاينل امبارح. فالموضوع ملوش علاقه بالمناخ خالص. اعداد منتخب مصر تم على اعلى مستوى على مدى سنين كتير، والاجيال دايما في كره اليد دي حاجه معروفه، كره اليد المصريه مشرفه من سنين كتير. صحيح. وأجيال بتسلم أجيال بنفس المستوى ونفس
ونفس الكفاءة ونفس الإعداد. بعتقد ان احنا وصلنا لمستوى عالي جدا في الفترة الحالية، ودي حاجة تشرفنا كلنا طبعا. باستخدام المنهج العلمي السليم والتحليل الدقيق وكل الوسائل اللي توصلنا للكلام ده كله. طيب حلو جدا، يبقى انا افهم من كلام حضرتك ان لو هنتكلم تحليليا عن عدم يعني فوز للمنتخب المصري، هيك طبعا جزء زي ما تحدثنا عدم التوفيق، هل في اخطاء بقى يعني ولا لا؟ انا بتكلم في اللعب. اكيد في اخطاء. اكيد في اخطاء. طيب والاخطاء دي هيتم دراستها وتحليلها وتجنبها في الفتره اللي جايه. دي مهمه التحليل الفني، انه مش بس الفرق المنافسة، مش تحليل الفرق المنافسة طبعا. بس لكن تحليل المنتخب المصري نفسه علشان نوصل بالتدريب لأعلى مستوياته ونصحح الأخطاء دي فيما بعد. وأعتقد أن المستوى اللي ظهر مبين ده جدا، أنه إزاي هعرف ألاعب المنافس، إزاي أقلل نسبة الأخطاء بالتحليل الفني الدقيق، فدي حاجة جميلة يعني. برضو يعني بحكم وجود حضرتك الدائم مع المنتخب ودورك الفني معاه، أكيد بتتجاذب أطراف الحديث مع اللاعبين يعني كلما أتيحت لك الفرصة. أكيد. بيقولوا لك إيه؟ يعني إحنا بنتكلم انطباعاتنا إحنا كمشاهدين ومشجعين. تمام. هم نفسهم شايفين نفسهم إزاي؟ سواء قبل يعني انتهاء يعني أثناء فعاليات المونديال أو حتى يعني بمجرد الانتهاء منه، هم شافوا نفسهم إزاي؟ من قبل البطولة دي في ثقة كبيرة جدا من اللاعبين إن كان هيحصل أداء كويس. ثقة كبيرة جدا، ويمكن من الحالات الجديدة اللي كان في ثقة قبل كده لكن مش بالمستوى ده. البطولة دي قبل البطولة أثناء الإعداد ومن بداية البطولة في روح ثقة كبيرة جدا ما بين اللاعبين والجهاز الفني إن إحنا كنا هنوصل لأبعد نقطة في المونديال ده وهنعمل أداء راقي. جميل. طيب وبعد بقى الخساره من الدنمارك كانت الحاله المعنويه عامله ازاي ورؤيتهم لانجازهم في مشوار المونديال كانت عامله ازاي؟ كان في حاله من الحزن طبعا بعد الهزيمه. لا ما ده مفروغ منه بطبيعه الحال. لكن انا بتكلم هل حاسين ان كان في مثلا ثغرات معينه، اخطاء معينه هم نفسهم قالوا ايه؟ طبعا ما احنا عايزين حاسين ان في استاذ محمد ليها يعني حاسين كان في حاجات احنا ايموشنال شويه. احنا كنا بنلعب المباراه مركزين في التفاصيل الفنية كلها، لكن في حاجات مع الحماس ومع العاطفة ان احنا نكسب المباراة، وان احنا قربنا في اوقات كتير جدا ان احنا نكسب المباراة. فطبيعي مع المجهود البدني الزايد كمان وطول اللقاء ان وقتين اضافيين، فطبيعي بيحصل اخطاء تبعا للحالة الذهنية اللي وصل لها اللعيبة والحالة البدنية اللي بقت في اخر المباراة. يعني احيانا بتخرج من تركيزك في اوقات وارد جدا. فدي من الاخطاء اللي حصلت يعني، اللي بعتبرها يعني مش بلتمس عذر اللاعبين ولا حاجه، بس حضرتك بعد مباراه ماراثونيه قدام بطل العالم بالشكل ده وتوصل لمرحله من المجهود البدني والذهني قمه في الاجهاد، فطبيعي ان يحصل اخطاء. طيب انا عايز اروح مع حضرتك للفنيات، حضرتك محلل اداء فانا عايز اروح للفنيات شويه. تمام. يعني البعض كان بيشوف ان مثلا في بعض المباريات كان المفروض ان هو ما يبتديش مثلا باحمد الاحمر، كان ينتظر شويه. يعني انا عايزه اعرف تحليلك الفني. تمام. في فكره هنا المنتخب برضو، ولو احنا بنتكلم ان احنا خسرنا على هدف، اختيارات اللاعبين ومين يبدا ومين يلعب ومين ما يلعبش. روبرتو غارسيا باروندو اولا وثانيا ما ده مفروغ منه. فده انا مفروغ بتكلم منه. عن التحليل اللي بعد التحليل كده. التحليل بقى احنا اللي بيحصل ايه بالظبط باختصار شديد، يعني انه بنحلل المنافس بكل تفاصيل اللعب عنده من خلال عدد من المباريات، بنجيب عدد من مبارياتهم الحديثه، بنحللهم دفاعيا وهجوميا وفرديا وحراس المرمى، كل التفاصيل الممكنه عن الفريق المنافس بنبدا نحللها. بيوصل المدير الفني فيديوهات بشكل معين مترتب ترتيب دقيق جدا بحيث انه واضح فيها كل تفاصيل الفريق المنافس بيعمل ايه بالظبط، دفاع وهجوم وحراسه مرمى وفرديات اللاعبين، كل شيء بناء عليه هو بيقرر
اسلوب اللعب اللي هيلعب بيه، الافراد العناصر من الفريق المصري اللي تبدا المباراه، اللي الانسب قصاد الفريق المنافس. كل الكلام ده بيتحدد من خلال التعاون بين التحليل الفني ورؤيه المدير الفني. وحضرتك متفق مع التشكيل والفنيات اللي حدثت يعني مش كل مختلف عليه؟ كل شيء. لا لا طبعا. طب لو كان لحضرتك وجهه نظر مغايره لوجهه نظر المدرب، ايه اللي يحصل في الحاله دي؟ وجهه نظر المدرب بنوصل لحل وسط يعني، لان المسؤوليه ملقاه على طبعا وجهه نظر المدرب هي الفيصل في الموضوع. طب على ذكر حراس المرمى وحراسه المرمى، كتير من النقاد والمتخصصين وحتى الغير متخصصين زينا من المشاهدين العاديين شافوا ان لا، في المونديال ده في تفوق ملحوظ لكل حراس المرمى تقريبا. تمام. يعني التفصيله دي بتاعت حراسه المرمى، لا في تطور كبير حصل فيها. اكيد. ده نتيجة إيه؟ تركيز المدربين على حراسة المرمى بما يتماشى مع أهمية هذا المكان. معنا مدرب حراس مرمى عالمي اسمه فينيو لوسرت، كرواتي الجنسية، ومن كبار حراس المرمى الأولمبيين، ليه تاريخ طويل جدا، وهو من أحسن مدربين حراس المرمى اللي اشتغلت معاهم. بيدرب على أعلى مستوى وبيستخدم التحليل الفني للحراسة برضه. بقاله 3 سنين شغال معانا تقريبا دلوقتي، وصل بحراس المرمى لمستويات عالمية كبيرة جدا. جميل جدا. طيب هو للأسف الوقت بيجري يا استاذ محمد، بس هروح مع حضرتك. خلاص اللي حصل حصل، والمهم عندنا ان احنا يعني بجد لعبنا بمستوى رائع جدا. انت بتتكلم ان انت كنت برضو ماتش الدنمارك تحديدا ده بطل العالم، وانت يعني فاز عليك بنقطه، وكان الاداء اكثر من رائع من ناحيه كمان المجهود المبذول من لعيبه المنتخب المصري، فمش مشكله. انا مش شايفه ابدا ان احنا برضو يعني نقدر نقول اتهزمنا، ولكن ما هو قادم هو ده المهم. ويمكن كمان لو هنتكلم اللي حصل بعد كده، وفكره ان انت حتى لو منتخبك يعني ما فزت زي ما انت كنت بتأمل، انت كمصري وانت كقيادة سياسية كنت حتى يعني سيادة الرئيس حتى بعد اللي حصل ده كان حريص ان هو يشكرهم على المجهود، دي رسالة عظيمة طبعًا. يعني انت شوف قد ايه في رقي كمان في التعامل وتشجيع، في رسائل ضمنية محترمة بترسل. وما اعتقدش في رئيس، على فكرة رئيس دولة من الدول المشاركة عمل هذه اللفة ابدا. يعني عايز اقول لحضرتك كانت مفاجأة بالنسبة لنا كبيرة جدا ان احنا خسرنا الماتش وسيادة الرئيس هنانا على الاداء المشرف. دي كان يعني وسام شرف لينا كلنا، وكانت الحاجة اللي يعني خففت الهزيمة شوية. لكن طبعا كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، لأول مرة سيادة الرئيس يهني فرقة ما كسبتش ماتش على الاداء المشرف. واكثر من مره كمان. الفتره الجايه الرسائل كلها تكون رسائل تهنئه بمناسبه الحصول على كل البطولات المتوفره في عالم كره القدم. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن الشعب المصري دايما، ونقدر نقدم احسن من كده بكتير. استاذ محمد نورتنا، شكرا أنا ليك. الشرف بجد كبير ليا ان انا كنت مع حضراتكم النهارده. شكرا يا فندم، نورت الدنيا. شكرا كلها. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل.